هو نتيجة يعني عمل الحكومة ونتيجة كذلك التعليمات اللي أعطاها السيد الرئيس من أجل دخول يعني صناعة سيارات حقيقية. ونظن باللي باش يعني كان فيه زيارة إلى ولاية وهران من طرف القائمين، هو مجمع لصناعة السيارات يعني صنع 16 علامة، ونظن باللي باش يعني تم اختيار ولاية وهران، وإن شاء الله كما تفضل السيد الوزير الأول، ونظن باللي باش يعني خلال هذه السنة حسب تصريحاتهم يعني سيكون في إنتاج أول سيارة على مستوى ولاية وهران إن شاء الله. في طفراوي، في 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 المنطقة الصناعية لطفراوي عندهم حوالي 120 يعني 120 ألف هكتار، فنظن باللي باش يعني راح يخلق مناصب نتاع شغل حسب يعني تصريحات القائمين على هذا المجمع هذا الصناعي نتاع 4000 يعني منصب عمل مباشر وحوالي 3000 منصب عمل كذلك غير مباشر. وحنا يعني جد متفائلين يعني بهذه، خاصة يعني مع تفعيل قانون الاستثمار الجديد، ويوم الأحد إن شاء الله سيكون يوم تحسيسي على مستوى ولاية وهران بهذا القانون الجديد إن شاء الله على مستوى فندق الميريديان بمشاركة العديد من الصناعيين وكذلك يعني مديرية أو وزارة الصناعة وكذلك المديريات المعنية والبلديات إلى غير ذلك. سنشرح هذا القانون ونتناقش كذلك في كل إيجابياته التي جاء بها. السيد الوزير الأول كان يعني قال في لقاء الحكومة مع الولايات يعني أن يعني قانون الاستثمار سيدخل حيز الخدمة قبل نهاية أكتوبر هذا، على الولايات يعني أن يعني قانون الاستثمار سيدخل حيز الخدمة قبل نهاية أكتوبر هذا، وأعطى كل التعليمات من أجل تنصيب يعني الشباك الوحيد على مستوى الولايات، وكذلك تنصيب يعني الوكالة الجزائرية للاستثمار كذلك قبل نهاية شهر أكتوبر إن شاء الله. فنحن جد متفائلين يعني ستكون نهاية سنة 22 بداية 23 كما أرادها السيد الرئيس، يعني سنة الإقلاع الصناعي، وكذلك يعني حتى في الميدان الفلاحي كذلك نحن جد متفائلين إن شاء الله بمستقبل هذه السنة وبمستقبل البلد في حد ذاته.